السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن عملة معدنية مصرية، وهي فئة 5 قروش. تاريخ السك أو تاريخ الإصدار هو 2008. ولو جينا للوجه الأول العملة، بنجد ده الوجه الأول العملة. بنلاقي من فوق مكتوب جمهورية مصر العربية، وبعدين مكتوب في النص 5 قروش، وفي الجانب تحت الجانب الأيمن بنجد إن مكتوب تاريخ أو سند الإصدار بالهجري اللي هو 1429 هجري، وفي الشمال تحت 2008 ميلادي. ده الوجه الأول للعملة. لو جينا للوجه الثاني للعملة، وعبارة عن مشكاة. هذه المشكاة اللي هي مشكاة إسلامية، اللي هي بتبقى بتستخدم للإضاءة في المساجد القديمة اللي هي الأثرية. ولو جينا لمواصفات هذه العملة، بنجد إن هي مصنوعة من النحاس المطلي بالفولاذ، ووزن هذه القطعة هي 2.1 جرام، وطول القطر 18 ملي متر، وسمك القطعة من هذه العملة 1.25 ملي متر، ورقم هذه العملة في سجل العملات الدولية اللي هو رقم كراوس هو KM 941 على ايه، او 941 ايه. لو جينا ل سعر هذه العملة في المواقع الإلكترونية المهتمة ببيع وشراء العملات القديمة، بنجد ان اقل سعر لهذه العملة هو 5 جنيهات، واعلى سعر هو 20 جنيه، والسعر الحالي بيتراوح من 10 جنيه الى 20 جنيه. وأنا في نهاية الفيديو برضو سايب صور من صفحات بعض هذه المواقع اللي بتبين مواصفات هذه العملة، وأقل سعر وأعلى سعر والسعر الحالي لهذه العملة. وفي نهاية الفيديو أنا بشكركم، ويعني ما تنسوناش من الضغط على زر لايك وسبسكرايب، معمل شير للفيديو تشجيعا لنا على تقديم فيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.